السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس الثاني في شرح النسائي والتعليق الموجز على شرح سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى. وهذا اليوم هو 20 من الشهر الثالث من عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سنن بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة، باب تأويل قوله تعالى، قوله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا الإسناد صحيح، وفي قوله قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان، المقصود بسفيان هو سفيان بن عيينة، وفي قوله عن الزهري المقصود بمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وهذا من ضمن الرجال الذين تدور عليهم الأسانيد في الكتب الستة، هو وقتادة بن دعامة السدوسي البصري، وكذلك يحيى بن أبي كثير، وكذلك من ضمن الذين تدور عليهم الأسانيد في الكتب الستة وكذلك عمرو بن دينار وغيرهم من الذين تدور عنهم الحديث في الكتب الستة. وقوله أبو سلامة المقصود بها ابن عبد الرحمن بن عوف، طبعا السند صحيح في السنة الكبرى، وهذا الحديث أخرجه أحمد أيضا ومسلم وابن حبان من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد. ثم قال رحمه الله تعالى: باب السواك إذا قام من الليل. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. والحديث هذا إسناد صحيح، وقوله إسحاق بن إبراهيم المقصود به ابن راهوية، وإن شئت قلت ابن راهوية وابن راهوي، وجرير المقصود به جرير بن عبد الحميد الرازي، وقول عن منصور المقصود به هو منصور بن المعتمر، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة. هو في السنة الكبرى الحديث هذا، لأنه كما تقدم أن النسائي له السنة الكبرى وله الصغرى التي بين أيدينا، وهي المشهورة تسمى بالمجتبى وتسمى بالمجتنى لكونه أخذت من السنن الكبرى. والحديث طبعا أخرجه مسلم عن إسحاق بن الراهويه بهذا الإسناد، وأخرجه البخاري كذلك عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير به، وأخرجه أحمد من طريقين عن منصور به. باب كيف يستاك. أخبرنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن وطرف السواك على لسانه وهو يقول عَ. طبعا الحديث هذا إسناده صحيح، والمقصود أبي بردة المقصود به ابن أبي موسى الأشعري، والحديث بالسنة الكبرى، حديث أيضا أخرجه ابن حبان من طريق أحمد بن عبده بهذا الإسناد، وخرجه أحمد البخاري ومسلم وأبو داود من طرق عن حماد بن زيد به. وأيضا لهذا الحديث ألفاظ أخرى في عند البخاري يقول أع والسواك فيه كأنه يتهوع، وفي سنن أبي داود اللفظ أه يعني يتهوع. يقول السندي قوله استنى الاستنى استعمال السواك يمره عليها. سنرجع إلى شرح الحديث إن شاء الله. باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد
قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك فكلاهما سأل العمل قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت فقال إنا لا أو لن نستعين على العمل من أراد ولكن اذهب أنت فبعثه على اليمن ثم أردفه معاذ بن جبل رضي الله عنهما. وهذا الحديث إسناده صحيح والمقصود بيحيى بن سعيد هو القطان وأبو بردة هو ابن أبو موسى الأشعري. وهذا الحديث أيضا في السنة الكبرى عند النسائي أخرجه ابن حبان من طريق عمرو بن علي بهذا الإسناد وأخرجه بأطول منه مختصرا بذكر العمل فحسب أحمد البخاري ومسلم بعد وأبو داود من طريق حميد سعيد القطان به إلى آخره. باب الترغيب في السواك. أخبرنا حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عتيق قال حدثني أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. الحديث هذا صحيح وهذا السناد حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي عتيق وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقد روى عنه جمع كما ذكر ذلك الشيخ شعيب البرناوط في تخريجه لسنن النسائي الصغرى وذكره ابن حبان في التقات وقال أحلم أحمد لا أعلم إلا خيرا. والحديث السنن الكبرى أخرجه أحمد وابن حبان من طريقين عن يزيد بن زرائي بهذا الإسناد قال ابن حبان أبو عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر هذا وتعقبه الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير بقوله هو كما قال لكن الحديث من رواية ابن عبد الله وكلام ابن حبان يوهم أنه من رواية ابن أبي عتيق نفسه وليس كذلك. وأخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن به وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث فانتبه شبه تدليسه. نرجع إلى الحديث أو تلخيص الشرح لأنه من أجل يعني نمشي على الكتاب. قوله بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ بالبسملة النسائي رحمه الله تعالى اقتداء بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ كتاباته ومراسلاته بالبسملة حيث إنه كما صح في البخاري أنه لما أرسل إلى هرقل رسالة يدعو للإسلام كتب بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم أما بعد أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين وإن توليت فإنما عليك أثم الأريسيين يعني أثم الزراع والمزارعين والفلاحين. وثم قال وأقال ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا تأخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل شهدوا بأننا مسلمون. كتاب الطهارة. والكتاب هو لغة الكتاب منه ما هو حسي ومنه ما معنوي. فالكتاب الحسي هو الذي يدخل منه من الخارج إلى الداخل كالأبواب المعروفة والحسي هو الكتاب الذي يوضع في الكتب الذي مثل كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب الصوم. والعلماء يقصدون إلى هذا تشحيد الهمم شحذ الهمم وإعلاء الهمة لأن الشخص مثلا لما يقال كتاب الطهارة باب كذا ثم تحت الباب مسائل ثم تحت المسائل فصول ثم وهكذا فإن الشخص تنشح يعني يشحذون همته إلى المضي في هذا الطريق مثل ما أنك مثلا أنت سائر إلى مكة 1000 كيلو ثم يأتيك لوحة كل بعد فترة يأتيك لوحة بقي على مكة كذا هذا يشحذ همتك. وكذلك كتاب الله سبحانه وتعالى مقسم إلى 114 سورة فالعلماء يعملون هذا كتاب الطهارة. والطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث كما وهو معروف. قال تأويل قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة النسائي أتى بالآية إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة
والصلاة سميت بهذا الاسم إما لأنها كونها ثاني أركان الإسلام، والعرب تطلق على الخيل إذا كانت في الحلبة، في حلبة السباق تطلق على رقم واحد، تطلق عليها المجلي، والثاني المصلي، والثالث له اسم الرابع لكن نسيت، لكن المصلي. فلما كانت الصلاة ثاني أركان الإسلام سميت الصلاة. وقيل لأن سميت الصلاة بالصلاة لأن هناك عرق بالظهر ينحني إذا ركع الإنسان، فالله تعالى يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم. والوجه سمي وجه لأن الإنسان يواجه به الناس، وأيديكم المرافق، والمرفق سمي مرفق لأن الشخص يرتفق به. ثم قال كتاب الطهارة، قال باب تأويل قوله سبحانه إلى آخر تفعيل، في قوله تأويل يعني من آل يؤول إلى كذا إذا صار إليه. يقول الجوهري وهو إمام من أئمة اللغة، يقول التأويل تفسير ما يؤول للشيء، وقد أولته تأويلا وتأولته بمعنى، وله طلقات ثلاثة، الأول تفسير الكلام وبيان معناه، هذا يسمى تأويل. فالتأويل والتفسير على هذا متقاربان ومترادفان، وعليه طلاق المصنف جرا عادة السلف. الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره يقول باب تأويل قوله تعالى، يعني تفسير قوله تعالى. الثاني نفس المراد من الكلام، فإن الكلام إن كان طلبا كان تأويل نفس المطلع المطلوب، وإن كان خبرا كان تأويل نفس الشيء المخبر به، وهذا ما استعمل في القرآن والسنة. والثالث من أنواع من معاني التأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح للدليل يقترب به، وهذا في عرف المتأخرين من المتفقه والمتكلمة، وراجع لإكليل ابن تيمية الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم. فالإمام ابن تيمية تكلم عن التأويل ومعنى التأويل في كتابه للكلي وغيره من الكتب، وأنصح بهذا الرجوع إلى معنى التأويل في كتاب هذين الإمامين الجليلين العظيمين، الإمام ابن تيمية في كتاب الكلي وغيره من الكتب، وكذلك ابن تيمية في كتاب الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية المعتزلة، في الرد على الجهمية. قال ثم أتى بالحديث، قال أخبرنا قتيبة بن سعيد كما تقدم، قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. أبو هريرة يقول أبو هريرة أحد صحابة النبي عليه، أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اختلف باسمه على أكثر من قول، والصحيح أن أصح اسم له عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو من الصحابة الذين اشتهر بالكنية أكثر من اسمه، فالمعروف أنه مشهور بأبي هريرة أكثر من اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو أسلم عام خيبر وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر من أكثر الصحابة رواية للحديث، حيث أنه يروي ب5374 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مرة من المرات حصلت قصة أن أم أبا هريرة سبت النبي عليه الصلاة والسلام وشتمته، فذهب أبو هريرة غاضبا ومغضبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا نبي الله ادعو لأم أبي هريرة بالإسلام أن يهدي الله الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبا هريرة. ثم ذهب أبو هريرة يبشر أمه بهذا الشيء، فإذا بها تخرج من مغتسلها وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فرجع باكيا من الفرح بعدما كان غاضبا عندما سبت النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلنت إسلامها رضي الله عنها ورضاها. فهذا عبد الرحمن بن صخر الدوسي، هذا أنه اسمها الصحيح عبد الرحمن بن صخر الدوسي، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه، إذا استيقظ أحدكم من نومه. وفي رواية أخرى في 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 حديث آخر إذا استيقظ أحدكم من الليل، يعني تقييد ليس مفتوح من نومه، لأنه إذا قال من نومه معناه نوم الليل ولا النهار، أما إذا قال استيقظ أحدكم من الليل خصصه بالليل، فيكون هذا له معنى وله معنى. وهكذا قد استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يعني المقصود أن الإنسان إذا استيقظ من الليل ثم عنده إناء يتوضأ منه لا يغمس يده مباشرة في الإناء، لكن لو أمال الإناء على يده اليسرى ثم أبعد قليلا ثم بغسل يده ثم توضأ هذا ما في بأس، لكن المنهي عن ماذا؟ أنه يغمس يده بعدما يقوم من النوم. من قال إن المقصود به نوم الليل والنهار أخذ هذا من قوله استيقظ أحدكم من نومه، يعني يشمل نوم النهار ونوم الليل، وهناك رواية يقول استيقظ أحدكم من الليل فيقيدها بنوم الليل، فالمقصود من هذا أن الشخص إذا أراد أن يتوضأ من إناء أنه لا يغمس يده مباشرة بعدما يقوم، وإنما يكفئ الإناء على يساره ثم يغسل من الخارج ثم يتوضأ. قال استيقظ أحدكم من نومه، الظاهر أن المقصود إذا شك أحدكم في يده مطلقا سواء كان لأجل استيقظ من نوم آخر،
ثم تحدث العلماء ما السبب في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، أن الإنسان لا يغمس يده في الإناء بعدما يقوم من النوم. قالوا لأن أهل الحجاز كانوا يستجمرون بالحجارة، يستجمرون بالحجارة بعدما تبولون، وبلاد الحجاز حارة، والشخص إذا نام ربما تصل يده إلى فرجه إلى ذكره مثلا فتتلطخ بالنجاسة، فلا يصح أن الإنسان إذا قام من نوم الليل أن يغمس يده في الإناء، وإنما يغسلها ثلاثة ثم يغمس يده بعدما يغسلها ثلاثة. وذكروا أشياء أخرى في هذا الأمر. قال فلا يغمس يده في وضوءه، يعني لا يغمس يعني لا يدخل يده في وضوءه، يعني الماء المعد للوضوء، وفي رواية في الإناء أي الظرف الذي في الماء أو غير من المائعات. وقالوا إن هذا النهي وأدب وتركه إساءة ولا يفسد الماء، وجعله أحمد للتحريم، الإمام أحمد يعني يذهب إلى أنه للتحريم أنك ما تغمس يدك حتى تغسلها ثلاثا، قاله السندي. وفي سنة الترمذي وشرح تحفة الأحواض تفصيل المذاهب فيرجع إليه، والظاهر مذهب إليه أحمد، فالتارك آثم والماء مشكوك فيه. فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. والذي عليه العلماء أن الماء لا ينجس، الماء هذا من باب الكراهة، وإنما الماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه، إما اللون أو الطعم، إما اللون أو الطعم أو الرائحة. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم باختصار، أنه يقول إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده. زاد ابن خزيمة منه، قال النووي، قال الشافعي وغيره من العلماء، معناها أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن أن يطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو قملة أو قدر وغير ذلك. قال ثم قال النسائي رحمه الله باب السواك وإذا قام من الليل. ثم قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم كما تقدم الرهوي، وقلت بن سعيد المقصود به البالي كما تقدم، عن جرير بن منصور، عن جرير ثم قال عن منصور يعني عن المعتمر عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، هو صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يدلك فاه بالسواك عليه الصلاة والسلام. وهذا من أهمية السواك، والسواك يتأكد عند انتباه من النوم، وعند الوضوء، وعند الإقامة للصلاة يتسوك الإنسان. وهذا نعم. فقال يشوص فاه بالسواك، والشوص دلك الأسنان بالسواك عرضا، يعني ينقي أسنانه وينظف أسنانه، لأنه سيقرأ القرآن والملائكة يسمعون القرآن منه وهو في حضرة الإله رب العالمين. عندما يقبل على الله رب العالمين يكون متنظفا ويكون طاهرا ويكون نقيا ويكون ذا رائحة في فمه. وهذا هو تقريبا يعني اختصار لشرح هذين الحديثين بإذن الله. ونكمل الحديث إن شاء الله فيما بعد، وقد توقفنا عند باب السواك إذا قام من الليل، وهو حديث عفوا وقفنا عند باب كيف يستاك، حديث أبي موسى الأشعري قال دخلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستن بالسواك وطرف السواك على لسانه ويقول عا. نكمل إن شاء الله في درس قادم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت من الأعداء والحاسدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد عليه الصلاة والسلام وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاد منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا الدنيا التي بها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجدام والجنون وسيء الأسقام، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، انصر به دينك وعلي به كلمتك. اللهم وفقه ولي عهد لما تحب وترضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.